چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارت علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. أم الإمام الكاظم عليه السلام أمة مشترات. هذه الأمة أبوها يسمى صاعد البربري، فهي على روايتين مغربية أو أندلسية. عكاشة ابن محصن الأسدي يقول: دخلت على أبي جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبو عبد الله قائما عنده. يقول: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله؟ فقد أدرك سن الزواج، وكان بين يديه صرة. فقال: سيجيء نخاس من أهل بربر فينزل دار ميمون، فنشتري له بهذه الصرة جارية. يقول: فأتى لذلك ما أتى من الوقت، يعني فدخلنا يوما على أبي جعفر فقال: ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم؟ قد قدم، فاذهبوا فاشتروا بهذه الصرة منه جارية. فجئنا فقال النخاس: قد بعت ما عندي ولم يبق منهن إلا جاريتين مريضتين، إحداهن أمثل من الأخرى، يعني واحدة شوية أكثر صحة وأفضل صحة من الأخرى. فقلنا: بكم تبيع المتماثلة؟ قال: 70 دينارا. قلنا: أحسن، يعني شوية السعر راعين فيه. قال: لا أنقص من 70 دينار. قلنا: نشتريها منك بهذه الصرة. ما بلغت ولا ندري كم فيها. قال: لا أقبل إلا ب70 دينارا. يقول: ففككناها ووزناها فإذا هي 70 دينارا لا تزيد ولا تنقص. ويروى أن الإمام الباقر سلام الله عليه سألها عند حضورها عن اسمها فقالت: حميدة. فقال عليه السلام: حميدة في الدنيا ومحمودة في الآخرة. النص الشريف من الإمام الصادق عليه السلام: حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الملائكة تحرسها إلى أن أديت إلي كرامة لي وللحجة من بعد. اشتراها الإمام الباقر عليه السلام وزوجها من ولده الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد ولدت ولدها الكاظم عليه السلام في منطقة بين مكة والمدينة اسمها الأبواء. وقد حدث أبو بصير المرادي فقال: كنت مع الإمام أبي عبد الله، أي الإمام الصادق، في السنة التي ولد فيها الكاظم موسى عليه السلام. فلما نزلنا بالأبواء وضع لنا أبو عبد الله الغداء ولأصحابه وأكثره وأطابه،
فبينما نتغدى إذ أتاه رسول السيدة حميدة أن الطلق ضربني وقد أمرتني ألا أسبقك بابنك هذا. فقام الإمام أبو عبد الله عليه السلام فرحا مسرورا، فلم يلبث أن عاد إلينا حاسرا عن ذراعيه ضاحكا سنه، فقلنا له أضحك الله سنك وأقر عينك، ما صنعت حميدة؟ قال الإمام عليه السلام: وهب الله لي غلاما وهو خير من برأ، ولقد خبرتني عنه بأمر كنت أعلم به منها. قلت: أبو بصير، جعلت فداك، وما خبرتك حميدة؟ قال الإمام عليه السلام: ذكرت أنه لما وقع من بطنها وقع واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فأخبرتها أن تلك إمارة رسول الله صلى الله عليه وآله وإمارة الإمام من بعده. الإمام الصادق عليه السلام يرجع الناس إليها في أمور دينهم. شنو عظمة الإمام المعصوم، الإمام الصادق عليه السلام، وفي زمانه، وفطاحل العلماء الذين بين يديه. وإذا إجا أمر من قبل النساء يرجعهن إلى من؟ إلى هذه الجارية، إلى حميد المصفى، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يسمى عبد الرحمن ابن الحجاج. في وقت الحج عند مسألة إلى إحدى النساء ودخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: مولاي، امرأة لها طفل عمره 4 سنوات، كيف نصنع به؟ احنا الآن بندخل نحرم، بنطوف، بنأدي المناسك، كيف نصنع به؟ شلون يجيبه الإمام عليه السلام؟ ما أجابه، قال لك: قل لأم الطفل تدخل إلى حميدة فإنها تجيبها وتعلمها ما تصنع به. روت الكثير عن أهل البيت عليهم السلام، ومنها رواية كيفية استشهاد الإمام الصادق عليه السلام عندما قالت لأبي بصير: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا. قال: وما رأيتي؟ قالت: يا أبا محمد، قال الإمام الصادق عليه السلام: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة. تقول: فما تركنا من أحد إلا وجمعناه له. فنظر فيهم وقال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. هذه الرواية روتها حميدة المصفات صلوات الله عليها. قد عاشت السيدة حميدة مع الإمام الصادق عليه السلام ما يقرب من 50 عاما، وبهذا نعلم أنها أدركت إمامة ولدها الكاظم وتوفيت في زمانه، فالسلام عليها يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا.